السلام عليكم عندنا شيء ممكن يساعدك في تعلم اللغة الإنجليزية في البداية عندنا برنامج موجود أو تطبيق موجود في الأب ستور في النظام الأندرويد طبعا برنامج جدا سهل ويساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية طبعا في ترجمة بعربي بهاي الطريقة تقدر تتعلم اللغة الإنجليزية طبعا من تجربة شخصية برنامج جدا ممتاز بعد تنزيل البرنامج على الأندرويد أو على الأي أو إس طبعا في أساسيات إذا أنت تبدأ من واحد إذا أنت ما تعرف شيء في الإنجليزي واذا كنت طبعا في البدايه راح يتساهل معاك يعني راح يحط لك صور و حق الناس اللي يعني ما تعرف الاساسيات حق اللغه الانجليزيه و اذا كنت يعني تبي المتوسط يعني بينه وبين النص تقدر تتخطى مهارات ف اعطوك الاختبار وتتخطيته راح يوديك المرحلة يعني الصعبه او تختار السهله او تختار المتوسطه او الاصعب شيء فهذا حسب أه لغتك وعلى حسب مستواك ف شيء شيء راح يساعدك في التعلم لغة إنجليزية ثاني شيء في قناة على اليوتيوب قناة أبو بكر قناة عن تجربة شخصية قناة جدا ممتازة فمو قاعد أنشي قناة قناة جدا ممتازة بصراحة قناة تستاهل في البداية عندها سلسلة جمل وعندها سلسلة الكلمات سلسلة الكلمات في اللغة الإنجليزية حق أه الناس اللي ما تعرف فأنت تقدر تشوف من أول حلقة كلمات شائعة هي كلمات جدا ممتازة راح تستخدمها وراح تستفيد منها وراح تحتاجها راح أحط قناتها تحت الفيديو و... والبرنامج اسمه أه... مثل ما تشوفون تحصلونه في الأندرويد في الجوجل بلاي وفي الأي إس في الأب ستور وبس نوصل لنهاية الفيديو أتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو كان معكم يوسف ولا تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع ومع السلامه